دقاي تو باش نحكيه على خاصية الانيميشن. الانيميشن وكيفاش نعملو انيميشن في الموقع متاعنا. شنو هو الانيميشن؟ الانيميشن انه في بعض المواقع ساعات كي تدخل تصفح في موقع معين، انا ما عنديش تو موقع معين هكا في مخي باش نجم نوريكم مثال. تدخل كيف الموقع مثلا، كي تضغط على الصورة، الصورة كي تمشي لها كيما هكا تعمل انيميشن معينة، تعمل هكا الدور هكا 480 درجة، تنجم الصورة هذيك تتحرك لفوق وبعد تهبط. ساعات كي تبدأ تهبط في موقع كيما هكا تشوف فما انيميشن قاعدة تصير قدامك، صورة تطلع لك من الجانب الأيسر من هنا، صورة تطلع لك على الجانب الأيمن، وبرجع حاجات أخرين. فما انيميشن دائما تصير في الموقع في بعض المواقع. أنا ما نحتضرش موقع هكا في مخي تو باش نجم نوريكم عليه انيميشن. خليني نكتب اكزامبل انيميشن باش نجم نفسر لكم القصه. هو اكيد فهمتوني شنو قصد. دبليو 3 سكول هذاك مظهر لي كان فيه انيميشن. ما عنديش موقع في مخي هكا باش نجم نفسر لكم ب 30 كول سي اس اس. بوريك في الصور تنجم تفهموا بها شويه على الاقل. انيميشن سي اس اس نقصد. شنو هذا؟ باهي انيميشن سي اس اس. مثلا بعض الصور كيما هكا، يعني صورة كي تكليكي عليها هكا مثلا، كي تمشي لها الصور تبدا تتحرك في شكل دايرة كيما هكا، الصور تبدا تنقز كيما هكا، تكست يكون يعمل في ايفكت معينة. واضح هذيك هي اللي قاعد نحكي فيه، انو الانيميشن. انيميشن كيفاش نتعامل معاها. به انا مثلا هو باش نعمل الصورة متاعي، باش نجيب الصورة متاعي اللي هي اسمها بيكتشر هكا ولا باهي. خلينا نحدد لها خاصية الويث والهايت، باش نقول له مثلا 400 بيكسل والهايت كيف كيف 400. اوكي نعمل كنترول اس باش نشوف الصورة متاعنا. اوكي هذه هي الصورة متاعنا. باهي باش نحب نطبق عليها انيميشن، نحب نطبق عليها انيميشن شنو نعمل؟ نجي نعمل علامة الالت كيف كيف، ونكتب كي فريمز، كي فريمز، ونعطي اسم الانيميشن هذه، نعطيها اسم الانيميشن هذه. مثلا نقول انيم ايمج مثلا، مش سماها انيم ايمج، انيميشن ايمج، باش نعطيها اسم كيما كيك. اوكي باهي. الانيم ايمج هذي شنو باش تاخد منها؟ باش تاخد منها خاصيتين مهمين جدا، اللي هما فروم وعندنا تو. فروم وتو يعني شنو الانيميشن بتصير عليها من الاول، حتى كش الانيميشن وقت تنتهي الانيميشن شنو باش يكون الشكل نتاعها. اوكي مثلا انا باش نجي نقول له لهنا مارجن ليفت 0 بيكسل، تبدا من مارجن ليفت 0 بيكسل، مارجن رايت ليفت عفوا باش نقول له 300 بيكسل. اوكي شنو معناها هذه الانيميشن اللي صنعت هذه؟ الفروم تاعها منين باش يبدا؟ المارجن ليفت 0 وهي اصلا المارجن ليفت نتاعها 0. واضح. وعندنا 2 باش تولي المارجن ليفت نتاعها 300 بيكسل، يعني باش تدز الصوره وتولي في المكان هذا. اوكي باهي. اجا توا باش نشتغلوا على مازال ما عملناش توا، مازال ما عملناش ستايل على الايمج. نقول ايمج كيما هكا التاج نتاعها، نجم تعمل عليها مجموعة من الخواص كما تحب انت، مجموعة بروبرتي تحتاجهم، لكن انا مش نحتاج فقط توا خاصية الانيميت. انيميشن نيم، انيميشن نيم شنو هي؟ انيميشن نيم تاخذ الفاريبل هذايا، الفاريبل هذايا اللي حطيت فيه الانيميشن، تجي لهنا تاخذ الاسم هذاك وتحط له هنا. يعني اجى طبق لي الانيميشن هذه، طبق لي الانيميشن هذه. واضح كيف كيف. زاده لعنا خاصية أخرى اسمها هذا موكول في الأنيميشن، أنيميشن دوريشن. من اسمها أنيميشن دوريشن بينا معناها قداش باش تقعد الأنيميشن هذه تشتغل، يعني في قداش تحب تطبق الأنيميشن هذه، في قداش وقت تحب تطبق. نقول له مثلا 4 سكند، مثلا في 4 سكند. أوكي عندنا أنيميشن ديلاي، أنا قاعد نفسر لكم فاهم الكل. عندنا أنيميشن ديلاي، بيخلي يوريكم ساعة الصورة قبل ما نكمل نفسر الآخرين. كما تشوفوا عندنا انيميشن نيم، تاخذ اول حاجه الانيم ايمج اللي سميناها احنا، اللي عطيتها اسم كما تحب انت، وانيميشن دوريشن اللي قداش الوقت باش تقعد تتنفذ فيه الانيميشن هذيك. نعمل كنترول اس ويجي نعمل رولود البي، شوف مع بعض. ايوه شوف 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 كيفاش، شوف ريت الصوره نتاعك كيفاش تحركت. واضح شنو اللي صار؟ ان بديت من ليفت مارجن ليفت 0 حتىش الوقتاش المارجن ليفت 300 بيكسل. انا عاود رولود البيج، ريتك فاش تحرك الصوره نتاعنا. هذه النقص فيها انه ساعات تبدا تهبط في موقع كيما هكا تشوف صور قاعده تطلع لك على اليمين وعلى اليسار كيما هكا، وانيميشن معينين قاعد يطلعوا لك. واضح هذه هي خاصيه الانيميشن. باهي قلنا انيميشن نيم اللي هي نحطوا فيها اسم الانيميشن، وانيميشن دوريشن هي الوقت اللي تاخذه باش تاخذ تعملوا الانيميشن هذيك. نجم تعمل واحد سكند مثلا، لكن واحد سكند باش تعمله بسرعه. شوف مع بعضنا يعني سريعه جدا، شوف 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 كيفاش ريت سرعه كبيره برشا.
فما كيف الانيميشن ديلاي. انيميشن ديلاي وقتاش باش تطبق الانيميشن هذه، وقتاش يتم تطبيق الانيميشن هذه، بعد واحد سكند يعني بعد ما تحمل الصفحة، بعد شنو، بعد التوقيت لازم تعطيها التوقيت وقتاش باش تطبق الانيميشن، الديوريشن هذه قداش باش تاخذ الانيميشن هذيك تتعمل. بينما انيميشن ديلاي هذه وقتاش باش تبدا تطبق الانيميشن، نقولوا مثلا بعد 2 سكند، مثلا بعد 4 سكند، بعد 4 سكند. باهي خلينا نزيد نكبر في هذا، نقولوا مثلا 5 سكند، خلاها 1 سكند باش تشوفوا الفرق ما بيناتهم. كنترول اس شوفهم بعض، مازال باش تستنى 4 سكند وبعديك خاطر انيميشن ديلاي يعني طبق توا ستايل واضح، دبق توا الانيميشن عفوا، يعني انيميشن ديلاي وقتاش باش تطبق الانيميشن هذيك، وانيميشن ديوريشن قداش الوقت باش تاخذ الانيميشن هذيك وهي تطبق. اوكي الوقت نتاعها هي وهي تطبق. به فما كيف انيميشن قاعد نفسر لكم فيهم توا، انيميشن اتيريشن كاونت. اتيريشن كاونت من اسمها باينه، هذه معناها قداش من مره تحب تطبق الانيميشن هذيك، نقولوا مثلا 3 مرات، 3 مرات. اوكي باش نعمل ردود البيج، شوفوا بعضنا، ركزوا شوية وشوفوا شنو باش يصير باش تحرك الصورة. واضح؟ ريتو كيفاش؟ تحرك 3 مرات، ريت الانيميشن كيفاش تحرك؟ هذه انيميشن اتيريشن كاونت. وفما مجموعة من الخواص الأخرى يعني تنجم تبحث عليهم أنت، خاطر فما العديد، فما الدايركشن، فما انيميشن دايركشن، حقيقة مش الكل اللي نعرفهم. تايمينج فانكشن، شنو هي تايمينج فانكشن هذه؟ اول مره نشوفها تايمينج فانكشن هذه. الاي زي خلينا نشوفوها شو قصدوا بها، خاصيه الاي زي هذه باهي، خلينا نقص شويه في الديلاي لانه ياخذ برشا وقت باش يعمل الديلاي، وبعدين خلينا نكثر فيها شويه، مثلا 3 سكند وهو يعمل في الانيميشن. ريتو شنو يعمل انه انيميشن تايمينج فانكشن، فما كل ايفكت كي قاعده تصير صغيره من الاول. شوفوا بعض، لازم نشوف انيميشن هذه شو قصد بها. انيميشن تايمينج فانكشن، انيميشن تايمينج فانكشن. لكن انا باش نعطيكم طرق، باش نعطيكم موقع جميل جدا يعاونكم برشا في حكايه الانيميشن. باهي شنو هي انيميشن تايمينج فانكشن؟ بلاي انيميشن وذ سيم سبيد فروم بيجن تو اند. يتبع معناها في السرعه نتاع الانيميشن، معناها لينير، مثلا لينير هي على ما يبدو لينير، ان وهي باي ديفولت لينير على ما يبدو. اوكي هذيك هي، هذيك هي يقعد يتبع في السرعه نتاع، يقعد يتمشى مثلا انيميشن تايمينج مربوطه بالتايم، وكل شيء يقعد يتمشى مع الفانكشن الانيميشن هذيك وهي تتعامل معاه. تنجموا تتعرفوا عليهم وحدكم اللي هما الخواص هذوما الكل، كي تنجموا تتعرفوا عليهم خاطر ما نجمش نفسروهم هذوما الكل، يحب لنا 100 فيديو باش نفسروهم. المهم هذوما هما المهمين، هذوما المهمين، انيميشن نيم تحط فيها النيم، انيميشن ديوريشن تاخذ فيها التوقيت، انيميشن ديلاي، انيميشن اتيريشن كاونت. اوكي فما انيميشن اخرى ديلاي في المود دايركشن بلاي ستيت، بلاي ستيت نجموا كيف تشوفوهم هذا، ما زلت نجم تتعرفوا عليهم. فما اللي ريتها بكري دايركشن، نو مش دايركشن، اوكي دايركشن هذه الترنيت، فما الترنيت وفما ريفيرس. ريفيرس هذه مهمة جدا، ريفيرس هذه شنو هي؟ هي العكس نتاع هذايا، باش تولي عبارة تبدا بالتو بعديك بعد الفروم. اوكي احنا ما قلنا يبدا بالفروم حتىش للتو، مارجن ليفت باش يعملها 0 بيكسل، وبعديك حتىكش باش تولي 300 بيكسل. كي تعمل انيميشن دايركشن هذه تعملها ريفيرس باش تولي تتعكس. شوف مع بعضنا شو مش نعمل، شوف شنو اللي صار، ريت بدات ترجع بالعكس، واضح بدات ترجع الصورة بالعكس. هذه هي حكاية خاصية الانيميشن دايركشن، وتنجموا تتعرفوا على الاخرين، هي نورمال باي ديفولت نورمال. اوكي تنجموا تتعرفوا على الالترنيت هذه شنو هي، والالترنيت ريفيز هذه شنو هي، تنجموا تتعرفوا عليهم وحدكم. اوكي انا فسرت لكم مهمين. باهي كيف تنجم تطبقوا على تكست، تكون عندك انيميشن مثلا نعمل اتش 1 مثلا نكتب فيها وينو بابا مثلا. اوكي وتنجم كي تحط عليها الماوس مثلا، كي تحط الماوس كيما هكا تتعمل الانيميشن هذيك. وقتاش ما دام باش تحط عليها الماوس تعمل الانيميشن هذيك، لازم شنو نعملو؟ لازم نعملو اتش 1 هوفر. فكروا هذه خاصية الهوفر اللي فسرناها، انك كي تعمل هوفر هاك تطبق الانيميشن هذيك. مثلا نجيو نكتبوا لهنا انيميت انيميشن نيم، ونقول له اسم
انيم ايمج نبس، هي بيدا ولتنجم تعمل انيميشن اخرى خاصه بالوحده هذه، باهي مش مشكلة نعمل انيميشن اخرى، باهي نسميها او نعمل اول حاجه كي فريمز خاصه بالتايتل اللي تحبوا تعملوها، انيم هيدنج مثلا، هيد ولا تايتل ولا اللي هو تايتل، اوكي بسميها انيم تايتل. عندي الفروم وعندي التو، اوكي شنو الفروم بتاعي؟ شنو نقول له مثلا الكالر نتاعها من الاول، الكالر نتاعها نحبها ريد، بعديك نحب الكالر نتاعها اك التايتل هذاك نحبه يولي جرين، اوكي انا عملت انيميشن للتايتل لكن ما زلت ما طبقتهاش، شنو اسم هذه؟ انيم تايتل، نجي هنا نحط انيم تايتل، اوكي انيميشن duration نقول مثلا 2 second، 2 second عفوا، فقط هذو المهمين. فما الديلاي انا فهمناه ديلاي وقتاش، و iteration count كيف خلينا نعمل iteration count، حاجة مهمة زي iteration count نجم تكون تستحقها، يعني انت واختياراتك واضح حد وكيفاش تحب، معناها مش مربوطة هيك. انت شوفوا الانيميشن ماهيش باش تصير على ذا الا ما نضغط عليه، ليتو كيفاش تغير، شوف شوف مع بعضنا اه باش نرجع له، شوف شنو باش يصير له، ليت في 2 سكند ملي كان احمر ولا اخضر، انا نرجع من جديد عملها مرتين واضح ستايل، شوف باش نزيد نعاودها، انا احمر اخضر احمر اخضر واضح في 2 سكند عملها. طبعا لازم تعمل معاها خاصيه الهوفر، خاطر فسرنا حكايه الهوفر انك تحط الماوس عليها الوقت ذاك تطبق ستايل، فما الاكتيفيت فما الفيزيتد وفما اللينك، فسرناهم هذوما في الفيديو نتاع اللينكس، نجم ترجعوا لهم تتعرفوا عليهم الباهي. هذه هي خاصية الانيميشن باي، لكن انا باش نوريك موقع مهم جدا، موقع W3 Schools هذا تنجم تتعرف عليه كل شيء، ها فما سي اس اس لهنا تنجم تتعرف على حاجات اخرين، اوكي لانه في الدورة متاعنا ما فسرناش كل شيء، احنا فما حاجات طويلة برشا، وكل بروبرتي راك تشوفوا انتم كل بروبرتي تاخذ العديد من الاشياء، تاتي فقط كان تاخذ تكتب لهنا فونت فاميلي، فقط تكتب كلمة فونت فاميلي كها وشوفوا قداش تاخذ، واضح يعني كان كل واحدة باش نقدر نفسروها في فيديو تشد برشا وقت الدورة متاعنا، لازم ألف فيديو كيك باش نجم نفسرهم الكل، لكن أنا قاعد ديما نركز على المهمين. باهي أنا شقول تو باش نوريكم موقع مهم جدا اسمه ماني أنيميستا، حاجة كيما هكا اللي هو أنيميستا هكا، أوكي هذا هو أنيميستا، موقع مهم وحلو برشا ذايا وتستحقوه ياسر، أوكي هذا هو ما هو. تراي ان اي اوكي هذا هو. شنو هو الموقع هذا؟ انه يعطيك مجموعه من ستايل، خاطر انت بعديك باش تحترف في بناء المواقع وكل شيء، ماكش باش تقعد تصنع في ستايل وحدك، هما اصلا تو يستعملوا في الفريم ورك لايبراري حاضرين وكل شيء، كيما البوتستراب وكيما اليو اي كيت، وفهم العديد والعديد فريم ورك هذا حاضرين، عندهم كود سي اس اس حاضر، اتش تي ام ال بتاعهم حاضر، جافا سكريبت بتاعهم حاضر، فقط تعمل كوبي كولي، لكن لازم اموا تكون فاهم شويه سي اس اس وفاهم شويه اتش تي ام ال باش تنجم تتعامل معاهم هذوما. لكن واضح الموقع هذا حلو برشا، انه ما تقعدش تتعلم في الانيميشن تقعد تتعلم فيهم بالوحده بالوحده، الموقع هذا عامل لنا مجموعه من الانيميشن، ما عليك الا تعجبك انيميشن معين انت عامل لها كوبي، اوكي خلينا نوريكم الانيميشن كما تشوفوا، مثلا الانيميشن هذه انا كنت كليك على واحده منهم، شوفوا الانيميشن اللي قاعده تصير، شوفوا قدامكم ها واضح، شوفوا الانيميشن اللي قاعده تصير، تختار اي انيميشن، مثلا عجبك الانيميشن هذه هيك اللي هي سكيل سكيل اب رايت، اوكي عجبتك الانيميشن هذه شنو تعمل بعد ما تختارها، تعمل سيلكت عليها كما كيكه، تنجم من هنا تجي تحدد الديوريشن، تنجم تحدد من هنا سيلكت اوبجكت، طبعا احنا سيلكت اوبجكت مختارينه صحيح، تحدد التايمينج فانكشن اللي كنا نحكيو عليهم، شوفوا قداش التايمينج فانكشن الاي زي والاي زي ان والاي زي اوت وكل شيء واللينير، هذوما الحاجات النيتف، فما بينر ايكويشن هذوما كيف كيف نجم تختار من هنا، نجم تختار الديلي قداش الديلي نتاعك، اتيريشن كاونت تختار كل شيء من هنا، بعد ما تعجبك تختار مثلا خلينا نقول الديليشن هنا نقول مثلا 2 سكند، اوكي بعد ما تختار هذه كوليك خواص هذه كوليك ما عليك الا تجي تضغط على ذا اهو كريت الباتون هذا اللي على اليمين، تضغط عليه من هنا يعطيك الكود حاضر واضح، اوتو بريفيكسر، اوتو بريفيكسر كما تشوفوا يعطيك لهنا الكود طويل برشا، يعطيك اول حاجه الانيميشن هاي كده هنا ويعطيك كود طويل برشا، تنجم انت تجي تعمل خاصيه مانيفاي، المانيفاي هذه وما عليك الا تعمل كوبي للانيميشن هذه هايك، تعمل كوبي للانيميشن هذه هاي فقط، تعمل كوبي لهذه وتجي تحطها لهنا، اوكي كيما تشوفوا كيما اللي صنعناهم احنا بالضبط، كيما اللي صنعناهم احنا بالضبط، ما عليك كان تجي تاخذ الاسم نتاعها، تاخذ الاسم نتاعها من هنا وتجي تضيفها في الانيميشن نيم، تغيرها في الانيميشن نيم، باهي خلينا نعملوها للصورة خير،
كما تشوفوا جبت الاسم نتاعها هوكا كيف اللي صنعناها احنا الانيميشن، راه واضح. عطاهم فسرها لكم شنو الخاصية هذيا اللي يعمل فيها هو هذيا 0% و100%، تو نفسرها لكم توا لحظة شوية برك تو نفسرها لكم. باهي كيما تشوفوا حط تاخذ الاسم تاع الانيميشن هذاك هاك اللي عملناها، خلينا نعمل سبيس باش نجم تشوفوها. هاهي اللي عملناها الانيميشن بتاعنا، اهي ارجع هذي للستر خلي تفضح الكتابة بالباهي. اوكي باهي تو نفسرها حكاية 0% و100% تو نفسرها هذي. اوكي جبنا الانيميشن حاضرة من الموقع وجينا حاطينها لهنا، عطانا الكود نتاع حاضر امور واضحة. نجي لهنا الموقع نتاعي نعمل رودو للبيج، شوفوا الانيميشن ريتو يعني لا تقعد تخسر في وقت لا حتى شيء، يعني تعودت مرتين. احنا قداش حاطين الديليشن نتاعها يا اخي، تعودت اكثر من مرة، 3 مرات تعودت. اي دخلها في الترانسفورم وكل شيء. اوكي وين هي الايمج نتاعنا؟ هايك انيميشن اتيريشن 3. احنا عملناها 3 اصلا، او نعملوها واحد مثلا مره بركه باش تتعاود. نعمل رودو البيج شوفوا من بعض ريتو، يعني تعملت مره بركه واضح. الموقع هذا تنجموا تاخذوا اللينك نتاعو اللي هو انيميستا انيميستا دوت نت. اوكي تدخلوا له ويعطيكم العديد والعديد كيف الفليب، هذوما الفليب شوفوا اشكال وانواع تختار اللي تحب عليها انت واضح، وتتعدل من هنا في الديلاي والديوريشن نتاعهم والتايمينج فانكشن اوكي والدايركشن والفيلم مود، تعدل فيهم كما تحب انت. ها وبعديك ما عليك الا تضغط لهنا وتجيب الميني فاي نتاع هذايا، تجيب الكود نتاع هذايا وتقوم بوضعه وتهز الاسم هذايا وتعمله كوبي كولي. تنجم تغيره حتى الاسم هذايا، راه مش بالضرورة لازم تختار لازم الاسم هذايا، تنجم تغيره ها بي 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 تسميه حتى كيك. المهم لازم بعديك في الانيميشن نيم هنا تكتب نفس الاسم هذاك. اجا مع بعضنا يعني تشتغل وما فما حتى مشكل واضح، يعني مش بالضروري لازم الاسم هذاك. به خليني نفسر لكم شنو هو خاصية هذه 0% و100%. انا فسرت لكم خاطر خاصية الفروم والتو. 0% و100% هذه تنجم انت تشد تقسم الانيميشن بتاعك. احنا ما فسرنا قبل الانيميشن ديلي، عفوا انيميشن دوريشن، انيميشن دوريشن قداش تقعد وقت باش قداش تقعد وقت وهي تتعمل الانيميشن هذيك. تنجم تقسم الانيميشن بتاعك كيما كيك بالضبط، تجي لهنا تقول 0% وقت هي 0% مثلا، هي وقت هي 25% وقت هي الانيميشن في المرحلة 50% مثلا شنو لازم يصير، في المرحلة اللي هي 75% شنو لازم يصير، في 100% شنو لازم يصير. اوكي هذا ممكن تنجم تقسمها الانيميشن بتاعك الكل تخصصها كيما هاك. نزيد نزيد لهنا نقول له مارجن ليفت مثلا، عفوا نقول 400 بيكسل، وفي المارجن لهنا نزيدها لهنا في 100% مارجن ليفت نقوله مثلا 700 بيكسل. اوكي ونجيب الانيم ايمج هذايا ونرجعه للصورة بتاعي، شوفوا مع بعضنا شنو مش يصير. شنعمل رودو البيج شوف شنو مش يصير، واضح. هذيك هي شنو معناها انك تقسمها بشوي بشوي، ما تقولوش معناها حاجه صعيبه هذه 0%، يعني عباره باش تتحكم في الانيميشن ديوريشن، الوقت اللي قاعد تطبق في الانيميشن قسمته هذاك الكل على 4 مرات، واضح قسمته على 4 مرات. او مثلا تحبوا زيد تشوفوا الفرق في 50% نحبوا يعمل مارجن ليفت ما هو 400 بيكسل، وكيف كيف نحب نزيدوا خاصيه مارجن توب نقول له 30 بيكسل، يعني امشي على 400 بيكسل واهبط 30 بيكسل. اوكي شوف مع بعضنا تك ريتو، شوف شوف كيفاش تحرك واضح. اي اليمنت راهو اتش تي ام ال، مش بالضروره لازم صوره، اي اليمنت تايتل فورم تيبل اللي تحبوا انتوما، اي اليمنت اتش 1 باراجراف ليست ما نعرفش فيديو اي حاجه في الاتش تي ام ال، اي تاج تجيبه وتطبق عليه ستايل. اوكي ان شاء الله تكون استفدتوا من الفيديو ونتقابلوا في الفيديو القادم، يلا الى اللقاء.